السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ الوجدية. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم عشية متواضع. المهم دايرة طويجين ديال الكفتة، غادي نوريكم الطريقة ديالي في هاد الطاجين. هي طريقة سهلة، غير انا كنبغي نقلي الكفتة ديالي في الزيت هي الاول، يعني ما كنديرش الطريقة الاعتيادية كيديروا لاصوص عاد كيديروا فوقها الكفتة. كنبغي داك الكفتة تقلى مزيان في الزيت حتى نحس ان اللحم راه دخلوا الطياب، عاد كنزيد له لاصوص. المهم هانتوما معايا وغادي تشوفوا الطريقه ديالي في هذه الكفته. عندي هنا تقريبا واحد 500 غرام ديال الكفته، عندي بصيله، واحد البصله حكيتها غليظ، درت الكميه الكبيره في الكفته ودرت الكميه الصغيره درتها في المطيشه. عندي معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. عندي بالنسبه للمطيشه حكيتها حتى هي غليظ، ولا بغيتوا تقطعوها طريفات يعني رقاق يكون وحده، يعني شنو هي شنو كتبغي. عندي داك البصيله اللي درناها، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي هنايا معلقه صغيره من كل حاجه، كمون، الملحه هي اللي درت راس معلقه، وحتى ندوق ونشوف الا نقدر نزيد شي شويه. عندي فلفل احمر، سكينجبير، الخرقوم والفلفل الاسود. هاد العطريه غادي نديرها في الكفته، وهي نفس العطريه غادي نزيد شويه بالنسبه لاصوص الوقيته اللي نطيبها. عندي واحد المعلقه صغيره غادي نضيفها لاصوص. عندي الزيت طبعا فاش غادي تطيب لي هاد الكفته، وعندي ثلاثه ديال البيضات بلديين. غادي نبدا على بركه الله. بقيت لي نكورو الكفته ديال اللحم، ما نكوروهاش كبيره بزاف وما نكوروهاش صغيره، يعني بهذا الحجم هذا، ماشي كما الكفته ديال الحوت كتكون شويه غليظه. غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكمل باش ما يجينيش الفيديو طويل، وان شاء الله نزيد نستمر معكم. هنايا غادي من بعد ما كملت الكويرات غادي نضيف تقريبا واحد جوج معالق ديال الزيت، وغادي نرد عليها على نار متوسطه يتقلى لي هاد الكفته تقلى لي مزيان، عاد غادي نضيف لها لاصوص. هنايا دائما انا كنفضل ان الطاجين يكون ديال الطين ماشي من هذاك اللي مزلجين، كيكون صحي اكثر. هذا بالنسبه للطاجين، وديما يكون عندك شي طبسيتي الحديد من التحت. المهم هذه كنصائح راه تقريبا كاع البنات كيعرفوها. غادي نرد على الطاجين ديالي يطيب. بالنسبه للاصوص غادي نضيف لها داك معلقه صغيره ديال مطيشه كونسونطري. الوقيته اللي نحس ان الطاجين ديالي طاب كنزيد عليها هاد لاصوص والتوابل اللي ذكرت لكم، ومن بعد غادي نزيد نكمل معكم المراحل بالنسبه للبيض. غادي نحضر معكم واحد الديسير بالنسبه للسحور، كيجي زوين ومغذي. غادي نقول لكم المقادير اللي غتدخل فيها. بالنسبه للطبقه الاولى ديال هاد الديسير غادي نحتاج فيه 250 مللي ديال الحليب، يعني 4 يوترو، وعندي واحد جوج معالق ديال السكر حبيبات، وواحد ساشي ديال الفلون فاني. بالنسبه للوغو ديال الفلون تقدروا نتوما ديروا اي نوعيه، اي غو بغيتوا، يعني ديروا الفريز ولا ديروا البنان ولا ديروا، المهم الحاجه اللي جات على خاطركم، الشوكولا، الحاجه اللي نتوما بغيتوها. غادي نخدم الفلون ديالي عادي، من بعد غادي نديرو في الكويسات. الفلون ديالي كما كتلاحظوا ها هو فهاد، غادي نسيين نقسمهم على 4 ديال الكويسات. هنا عندي 250 مليم ديال الحليب، بغينا غير نص يوترو ديال الحليب، بغينا نديرو تحلية يعني ديسير يكون او ميم طون اقتصادي او ميم طون زوين. كنخليه يدفى ومن بعد ندخلو للثلاجة يبرد، من يتماسك لي الفلون عاد نزيدو الطبقة الثانية. بالنسبة للسلطة المرافقة، سلطة عادية ديال الروز، غادي ندير فيها علبة ديال الطون صفيتها من الزيت، علبة ديال المايس صفيتها من الماء، وعندي واحد جوج معالق تقريبا ديال المايونيز على حسب الرغبة، وعندي الروز اللي سلقته في الماء مالح. درت له مثلا إلا درت شي كاس ديال الروز ديري جوج كيسان ديال الماء وخليه تقريبا واحد 20 دقيقة، راه الروز في الساعة كيطيب.
الوقت اللي نستنى الكفته ديالي طيب مزيان غادي نزيد نكمل الديسير اللي كنا بديناه. درنا الفلون، والفلون ديالي هو كما كتشوفوا راه عقاد وجمد. دابا كنقشر في لافوكا. انا عندي هنايا ثلاثه ديال الحبيبات صغار ديال لافوكا، نتوما الا كانت عندكم غير وحده كبيره تقدروا ديروها في هاد الديسير. عندي البنان حتى هو تقريبا صغير، غادي ندير ثلاثه ديال البنانات. كما كتلاحظوا معايا انا البنان اللي كنديرو في الديسير كيكون طايب باش هكا يعطيني نكهه احسن، وما نضطرش انني نضيف السكر حيت كيكون حلو اكثر من الاخر اللي كيكون عاد باقي جديد. بالنسبه للديسير ديالي غادي نديرو غير ب 250 مليم ديال الحليب. بغيت هذيك الطبقه الثانيه تكون عاقده، ويعني طبقه كثيفه. بالنسبه للسكر البنات انا ما غاديش نضيف هنايا السكر، كما كتعرفوا ان البنان كيكون عنده واحد الحلاوه خاصه به. بالنسبه لكم نتوما الا كنتو بغيتوا تضيفوا السكر، يعني كل وحده وعلى حسب الرغبه ديالها. هاد المسائل ديال الملحه والسكر كل وحده تضيف على حسب الكميه اللي تبغي. نطحن هاد العناصر ان شاء الله وغادي نرجع لكم باش غادي نكملوا الديسير ديالنا. هنا بالنسبه للتزيين درت شويه ديال اللوز، حيرته شويه وهرمشتو. غادي نديرو فوق الديسير ديالي كطبقه اخيره. وليداتي درت لهم واحد الحلوه ديال الفرومبواز. كما كتعرفوا الوليدات الصغار كيعجبهم بحال هاد اللقطات. الكفته ديالي كما كتلاحظوا هي دخلها الطياب، انا كنبغيها بحال هكا يعني حتى كطيب لي الكفته، يعني كنحس ان داك الاحمر عطى مزيان. طيب البنات هنايا نقدر نضيف لاصوص ديالي، وغادي نخليه واحد تقريبا هكا 10 ديال الدقائق فيها طيب المطيشه والبصله، وميم طون نجمر لي هاد المريقه لاصوص ديالي تجي مجمره. من بعد عاد غادي نضيف ان شاء الله البيض. البيض يبقى اختياري، اللي بغات تضيفو ضيفو، ما بغيتيش تضيفيه ما تضيفيش، يعني البيض كيبقى اختياري. للاسف الفيديو اللي كنت غادي نقدم فيه الوصفات في الاخر ما لقيتوش. المهم هذه الكفته ديالي زينتها بشويه ديال الربيع. نتمنى ان شاء الله هاد الاطباق تعجبكم وتوجدوها في هذا رمضان الكريم. نتمنى ان شاء الله نلقاكم بصحه جيده في فيديو جديد ووصفه جديده.